اهلا وسهلا بكم ومرحبا وفقره الابراج لهذا اليوم. اهلا بكم، ان شاء الله نتمنى لكم نهار موفق. اصبح عليكم جميعا واصبح كذلك على زميلي عمر وكل زملائي في كادر قناه الرشيد. ان شاء الله ربنا ينطيكم الصحه والقوه جميعا بلا استثناء. اكيد هذا اليوم شويه حديثنا الفلكي ياخذ مجالات عده. بكره الكسوف الشمسي، وهذا الشيء أنا ذكرته صار قبل يومين، وقلنا أنه إحنا نأخذ الاحتياطات قبل يومين من حدوث الكسوف وبعد 3 أيام من ذلك، لأنه الأرض راح تبدي تستوعب إشعاع كوني من الشمس وكذلك من القمر. وذكرت هناك محاور أساسية في هذه الفترة منا إلى غاية نهاية الخسوف القمري. الكسوف بكرة والخسوف راح يتبعه في يوم 17، فعلى هالأساس إلى غاية يوم 20 هذه الفترة تتسم بالمساس بعواطفنا، المساس بعواطفنا دائما. يعني في هذه الفترة يصعب السيطرة على عواطفنا، وهاي أظل أذكرها، يمكن ذكرتها باللقاء السابق البارحة وقبله، وكذلك أذكر اليوم لأنه قد يجوز هناك أشخاص ما متابعيني. على الأساس نحاول في هذه الفترة أنه ما نتخذ أي قرارات تتسم بأمور عاطفية، خصوصا في حسم أو إنهاء علاقة. ليش؟ لأنه قد لا تبدو مدروسة جيدا. القمر يختص بالعاطفة، والشمس تختص بالقوة والنشاط، و كل هالأمور هذه ممكن أن تلعب دور في أنه تكون قراراتنا قوية، لكن لا تكون هذه القرارات في صالحنا أحياناً. الوضع الفلكي يقول كن على تمهل في اتخاذ أي قرار عاطفي، خصوصاً في مسائل إنهاء العلاقات وبداية علاقات جديدة. لا تنصاع وراء انفعالاتك، لأنه الانفعال العاطفي قد أحيانا يخلو من الحكمة. الإنسان دائما يسعى إلى أن يكون يعني قريب إلى التكامل بالفضائل، لأنه ها هي سيرة حياتنا الأساسية. إحنا ما موجودين بالحياة حتى يعني بس نتعامل مع الآخرين ونأكل ونشرب، لا، هذه الحياة هي محطة لأجل تهذيب الذات، وفي مواقف معينة من الحياة هي اللي تحكم فضائلنا وتبينها. الإنسان اللي يقف في الشدة يبين فضيلته، الإنسان اللي يستطيع أنه يخلي أمامه الحكمة هذا رح يهذب ذاته وروحه ويكون إنسان مقرب إلى الله سبحانه عز وجل ويزيده من الفضائل. فهذه الفترات يمكن تكون امتحان لهذه المشاعر الإنسانية اللي هي أدق شيء لدى الإنسان. العاطفة ليست مجرد علاقة المرأة مع الرجل، العاطفة بكل أشكالها، حتى عاطفتنا على الحيوانات، على الأشجار، على بقية المخلوقات عذرا، كلها هذه تشمل ما يشعر به الإنسان تجاه الشيء الآخر. البارحة تحدثت عن مواليد برج الحمل والمحاور الأساسية اللي يجب في هذه الفترة هالعشرين يوم شوية نتجنبها، لكن الشيء المفرح لمجاميع برج الحمل الناري انه المريخ راح ينتقل الى برج صديق. انتوا بالذات اشدد عليكم مواليد برج الحمل، لانه المريخ راح يدخل الى برج الاسد بكره، داخل الى برج الاسد، راح يترك السرطان ويدخل الى برج الاسد، وراح ينشال فدهم كبير عن بعض الابراج نتيجة لوجوده ومواجهته لزحل وبلوتو. فمن راح يتحرك الى برج اخر راح يكون عبالك مثل الواحد شلون ثقل وفلكي وينرفع عن كاهله. انتوا بالذات من دا اتحدث عن موضوع العاطفة ومعاطفة، المريخ راح يدخل في بيت العواطف عندكم.
فلهذا السبب هذه الفترة عليكم أن تكونون جدا تضعون هذا الموضوع تحت السيطرة، لا تتسرعون ب يعني أفكاركم، لا تتسرعون بأعمالكم، لا تتسرعون باتخاذ قرارات تجاه الآخرين خصوصا الأحباء. هذه الفترة جد إيجابية تلعب دور كبير في حياتكم. المريخ راح يدخل في برج إيجابي لكم، احتمال يجلب لكم فرح، احتمال يجلب لكم إنجاب، احتمال يجلب لكم أشياء ضروري، يعني لأنه هو كوكب يخص هالمسائل. فأحبائي حاولوا قدر المستطاع أنه اتبع الحكمة والسياسة في التصرفات مع الشريك، مع الأهل، مع المدير بالعمل، لأن يعني أكو ضغط شوية محاصركم. فالضغط أكيد رح يولد فد عاطفة تمردية، حاولوا أنه هالعاطفة التمردية لا تحولوها إلى حروب مع الآخرين. هذه الفترة ضروري جدا أحبائي، ضروري 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 أكون جدا ملتزم، وضروري أوجه لكم الحديث لأنه إحنا أهمية عملنا هو أنه نقدم النصائح ونهيئ النفوس لذلك. هي 20 يعني كم يوم إن شاء الله وتمشي، وبالعكس الأفلاك راح تكون إلى صالحكم. فنحاول في هذه الفترة قدر المستطاع ذلك رجاء، هذا اللي أشدد عليه. بالنسبة إلى مجاميع برج الثور، بكرة الكسوف الشمسي راح يكون إن شاء الله الساعة 10 مساء على توقيتنا، ما يكون إحنا عندنا لا يرى، مثل ما ذكرت راح يكون في الجانب الشرقي من الكرة الأرضية، فعلى هالأساس إحنا ما راح نشوفه، راح نشوفه فقط على أجهزة السمعية والمرئية. لكن أحبائي يعني ما يعني ما يمنع هذا من أنه الإشعاع الكوني يدخل إلى بواطن الأرض ويأثر على الأرض كلها إذا حادث بها الكسوف أو ما حادث. بالنسبة لكم أحبائي في هذه الفترة مواليد برج الثور، قد تلاحظون أنه أكو ناس خصوصا اللي يشتغلون في مجال الزراعة من مواليد برج الثور، كل الأشياء اللي تخص المياه، القمر يخص المياه، فأنصح المزارعين أو اللي مربين الأسماك في هذه الفترة من أنه يعني ينتبهون، لأنه الكسوف راح يصير في برج مائي، فكل ما يتعلق بالمياه تحتاطوا لها، توفرون للمزارع للمزروعات العفو الاحتياطات اللازمة، تحافظ على الفترة هذه على رزقك قدر المستطاع، تخلي أمامك فالضوابط معينة. هاي بالنسبة للي يعملون في مجال الزراعة وهالتربية، تربية الأسماك أو البحيرات اللي تخص هالأمور. إضافة إلى أنه راح تشعر عزيزي مولود برج الثور ب يمكن أحد الأخوة راح يشغلك يعني في هذه الفترة، أو علاقتك مع الأخوة أو مع المحيطين شوية راح يشوبها شيء من التوتر، ده تبدو حساس جدا جدا جدا. عندنا عشرية تخص القمر اللي هي الثانية، فهذه مشمولة بحديثنا. ليش؟ لأنه يعني راح تكون جد حساس في هذه الفترة، وأنت بالذات نأكد على أنه تنتبه إلى عواطفك، لا تخلون أحد يخدعكم خصوصا البنات، بناتنا يجي أحد قد يجوز هو يعني مو بالنية الصافية والصادقة يتلاعب على مشاعركم، ننتبه من هالموضوع جيدا، نحاول قدر المستطاع أنه يعني نكون بالمستوى المطلوب اللي المفروض يكون الإنسان، بالحكمة، بالتعقل، بالحفاظ على الممتلكات. هذه إن شاء الله
يعني تعدي فترة وتعدي ذاك الوقت، لا، أموركم راح تكون أفضل، خصوصا مع انتقالة المريخ إلى برج الأسد. بالنسبة إلى مجاميع الجوزاء، القمر ما زال ببرجكم جماعة الجوزاء، وده نشوف الهوى شلون لحد هسه دائما من يكون يعني القمر في برج هوائي، إذا تلاحظون حتى على الجو يأثر هواء أكو من البارحة، لأنه القمر في برج الجوزاء وراح ينتقل إن شاء الله إلى برج السرطان بكرة، راح يكون الشمس ويا القمر حتى، وراح يحدث الكسوف الشمسي في نقطة التقابل. فعلى هالأساس أحبائي مجاميع الجوزاء ننتبه إلى مصاريفنا هالعشرين يوم، أي مصرف يعني كمالي يترك، ننتبه إلى نقاشاتنا في أمور العمل، لأنه إذا كان عندكم نقاشات تخص أمور عمل أو ذلك قد شوية تتأخر، لكن ما يعني تنلغي، لكن يصيبها شيء من التأخير في الإجابة على عليها. فلهذا السبب انتبه إلى وضعي المالي ومصاريفي، ننتبه على وضعنا الصحي، وكذلك ننتبه إلى مناقشاتنا في إذا يعني تممتوها في هذه الفترة، حطوا في بالكم أنه راح يجي فد أسبوعين يلا يتم الرد عليها، فلا تخلون ذلك الموضوع يقلقكم، وانتم ما شاء الله جماعة العذراء والجوزاء يعني القلق عندكم يعني ما شاء الله. جماعة السرطان، جماعة السرطان، الكسوف حاصل ببرجك عزيزي مولود برج السرطان، يعتبر بيت الشخصية وبيت الرأس، هو بيت الرأس الذي يتحكم في كل شيء، الرأس يتحكم في كل شيء، في قراراتكم، في انفعالاتكم، في عمل المخ، لأنه إحنا وين تتمركز السيطرة عندنا في الرأس. فعلى هالأساس أحياناً قد تصابون بصداع، كل ما تشربون أو تتناولون المياه بكميتها المطلوبة لا زايد ولا ناقص، كل ما راح يعني تتركون أو راح تتجنبون الاكتئاب، الدوخة، انخفاض الضغط أو ارتفاعه، الصداع، الأرق. فلهذا السبب وراح يصير عندكم هيك مثل شلون قلق غير مبرر أو فد يعني فد شعور يعني يشعرك بشيء من التنشن أو يعني الضغط، هذه ترى مسألة طبيعية جدا، إلى غاية يومين بعد ما ينتقل القمر من برج السرطان إلى برج العذراء، راح يكون إن شاء الله يوم عفوا الأسد، راح يكون يوم 4/7، هذه الأمور كلها إن شاء الله تختلف جذريا، ونحافظ على صحتنا، نحافظ على تصرفاتنا مع الآخرين، وخصوصا مع شريك العمل وشريك العاطفة. هذه الفترة أيضا تتسم لمجاميع برج الأسد أنه هذه الفترة عليك الحذر من الآخرين، حاول قدر المستطاع أنه يعني تأخذ الأمور بشكلها الروتيني جدا. مجاميع العذراء، مجاميع العذراء يقول لك الكسوف هذا أنه انتبه من الصداقات الجديدة، وما حاول أنه أدخل في خلافات ونقاشات مع الأخوة أو الأصدقاء، يمكن رح يعني أشخاص من عندكم راح ينصابون بصدمة من أشخاص معينين من الصداقات، فنحاول قدر المستطاع في هذه الفترة الاكتفاء بحياتنا الاعتيادية، ومن يعني نحاول أنه نبدأ بخلافات أو نعاتب صديق في هذه الفترة على شيء إحنا كشفناه. الفترة بعد الكسوف راح تكون جد واضحة وقادر على إتمام أعمالك وتصرفاتك وعلاقاتك، مستوى علاقاتك بالآخرين إيجابي إن شاء الله، لا تنصاع وراء انفعالاتك. مجاميع الميزان تقول لك الفترة أنه الكسوف في أعلى نقطة في بيانك الفلكي، مطلوب من عندك في هذه الفترة إرضاء أي سلطة،
لا تتمرد عليها. كل ما كنت في جهوزيتك الكاملة راح تنتظرك ترقية. يا جماعة حاولوا في هذه الفترة أنه الضغوط اللي راح تشعرون بها لا تحاولون أنه يعني يكون لكم فترة فعل سلبي. ليش؟ لأنه راح يأثر عليكم بعدين، راح يأخذون عنكم فكرة غير إيجابية. أي غلطة راح تكون محسوبة عليكم جدا، وراح تأخذ فتشكل يشوه صورتكم، وهذا هو غير مطلوب. فلهذا السبب أحافظ في هذه الفترة على عملي، وأحافظ على تصرفاتي مع أي سلطة. السلطة هي الدولة، القانون، الزوج، مدير العمل، الأب، الأخ، أي كان. عندنا مجاميع العقرب تقول لك الفترة أنه لو كان بالإمكان بهالخمس أيام الأسفار، إذا كان عندكم أسفار تقللوها. حاولوا أنه إذا كان عندكم مناقشات بدراسات عليا هالفترة ما تناقشون، يعني تتركوها إلى بعد الكسوف. إضافة إلى أنه يمكن تجيكم فد أفكار، هاي الأفكار تلعب كأنما في الرأس عبارة عن ماء، وأفكاركم تلعب به. حاول أنه تكون أكثر حرص على نفسك، ولا تترك هالأفكار تدخل إلى داخلك وتشوش وضعك تماما. بالنسبة إلى مجاميع القوس، أنصحكم أحبائي ممنوع التعامل في هذه الفترة مع تحويلات مالية، تنطون فلوس الأحد، تكفلون أحد، تحطون فلوس كمالية مثل جماعتكم الجوزاء، أخوتكم. هذه الفترة شوية يصيبها عراقيل، ننتبه إلى الأموال. إذا كان في هذه الفترة يعني عندكم أشياء تتحول عن طريق المصرف، أمور المصرفية، أموال، هالفترة لا تحولوها. عندنا مجاميع الجدي، الفترة تخص العلاقة مع شريك العمل وشريك العاطفة. قد تبدو أنت منفعل جدا، فانفعالاتك قد تخلي صورتك أمام الحبيب تختلف. لا تختلق من اللا شيء شيء. أنت إنسان وفي وطيب وطموح، وتسعى إلى أنه تكون عاطفتك مستقرة في هذه الوضع. لا تعرض استقرار عاطفتك لهالمشاكل. مجاميع الدلو، الكسوف دا يحدث في برج العمل والصحة. ننتبه إلى وضعنا الصحي وننتبه إلى عملنا. أنت أساساً متمرد، يعني ضد الأعراف والتقاليد، دائماً إنسان يعني حقاني وتريد الخير للآخرين. فهذه الفترة شوية حساسة، خصوصاً في التعامل مع رؤسائكم في العمل وزملائكم في العمل. إذا شفت ماكو تعاون اسكت لا تجاوب، خليك في عملك الروتيني، لإلا تخسر هالروتين حتى اللي أنت يعني معتاد عليه. جماعة الحوت، وضروري أؤكد على جماعة الحوت، من عندكم في هاليومين اللي عندكم منها يعني حامل بجنين، يرجى أنه ما تتعرض لأشعة الشمس في هذه الفترة. يعني يوم الكسوف بالذات بكرة ما تغادرون المنزل، الحامل ما تغادر المنزل. الأشعة الكونية لها تأثير، وتدخل كذلك إلى بواطن الأرض، فكم بالحرى الإنسان تدخل إلى بواطن الإنسان ورح يتأثر بها الجنين. لهذا السبب لا أنصح الحامل من برج الحوت أنه تتعرض للإشعاع أكثر من لازم اللزوم. السوق كل شيء تخصصه باكر وتطلع، ما تخليه إلا تتعرض للشمس. حاولوا تقللون ذلك. إن شاء الله تكون الفترة أكثر إيجابية بعد الكسوف الشمسي. نرجع ونقول إنها ظاهرة طبيعية، وهذه هي المحاذير الأساسية اللي ممكن يحذركم منها الفلكي نتيجة لهذا هذه الظاهرة. والنصيحة دائما تعتبر مثل اللؤلؤة، تزين اللي يسمعها يستفيد وتزين حياته. أنا أشكركم جدا وأشكر متابعتكم، أتمنى لكم
قضاء وقت ممتع مع الفقرة المقبلة، لأنه دا أشوف عباس ما أدري إيش دا يسوي بالصواني، ما أعرف فد أشكال فد ألوان، يعني أنا هم راح أقعد أتفرج وياكم. يلا أشوفكم باكر.